جعل الله سبحانه وتعالى لليلة النصف من شعبان مزية خاصة، من حيث إنه جل في علاه يطلع فيها إلى جميع خلقه فيغفر لهم، فهي ليلة شريفة لها فضل عظيم، وهي في شهر عظيم تم فيه تحويل القبلة من بيت المقدس إلى البيت الحرام بمكة المكرمة، وهي ليلة حرية أن تستجاب فيها الدعوات، فهي في شهر كريم ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وينزل فيها ربنا جل جلاله إلى السماء الدنيا وينادي ككل ليلة: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من سائل فأعطيه؟ حتى يطلع الفجر. وليلة النصف من شعبان هي ليلة تسبق يوم الخامس عشر من شعبان، وتبدأ مع مغرب يوم الرابع عشر من شعبان، وتنتهي مع فجر يوم الخامس عشر من شعبان. يحرص المسلمون فيها على التعرض لنفحات ليلة النصف من شعبان، فهي كما قلنا سابقا ليلة يتنزل فيها ربنا نزولا كريما يليق به إلى السماء الدنيا ككل ليلة، وينادي: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب؟ هل من سائل؟ وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. رواه ابن ماجه. ومن العلماء من قال: ما من ليلة بعد ليلة القدر أفضل من ليلة النصف من شعبان، يتنزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيغفر لعباده كلهم إلا لمشرك أو مشاجر أو قاطع رحم. وكان رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يصوم الأيام يسرد حتى يقال لا يفطر، ويفطر الأيام حتى لا يكاد أن يصوم إلا يومين من الجمعة، أي من الأسبوع، إن كان في صيامه، وإلا صامهما، ولم يكن يصوم من شهر من الشهور ما يصوم من شعبان. فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنك تصوم لا تكاد أن تفطر، وتفطر حتى لا تكاد أن تصوم إلا يومين إن دخل في صيامك، وإلا صمتهما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي يومين؟ قال: قلت: يوم الاثنين ويوم الخميس. قال: ذلك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. قال الصحابي: فقلت: ولم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان. قال صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وفي هذا الموطن مشاهدين الكرام، هناك أحاديث كثيرة منتشرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعضها صحيح وبعضها ضعيف. ومن هذه الأحاديث التي لا تصح، وهي منتشرة بإسناد ضعيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك الحديث الذي روي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها أنها قالت: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل يصلي، فأطال السجود حتى ظننت أنه قد قبض، فلما رأيت ذلك قمت حتى حركت إبهامه فتحرك، فرجعت، فلما رفع إلي رأسه من السجود وفرغ من صلاته قال: يا عائشة، أو يا حميراء، أظننت أن النبي قد خاس بك؟ قلت: لا والله يا رسول الله، ولكنني ظننت أنك قبضت لطول سجودك. تقول الرواية: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرين أي ليلة هذه؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: هذه ليلة النصف من شعبان، إن الله عز وجل يطلع على عباده في ليلة النصف من شعبان فيغفر للمستغفرين ويرحم المسترحمين ويؤخر أهل الحقد كما هم. وهذا حديث كما قلنا مشاهدين الكرام حديث ضعيف لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وورد في صحيح ابن حبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا قام يصلي أتي بذنوبه كلها فوضعت على رأسه وعاتقيه، فكلما ركع أو سجد
تساقطت عنه، وفيما ورد عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم كذلك أنه أوصانا بالإكثار من الدعاء في السجود خاصة، حيث إن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وهذا استدلال بما رواه مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. ومن الأحاديث الضعيفة أيضا روى ابن ماجة رحمه الله في سننه بإسناد ضعيف عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مرفوعا، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، فإن الله تعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا، فيقول: ألا مستغفر فأغفر له، ألا مسترزق فأرزقه، ألا مبلى فأعافيه، ألا كذا ألا كذا، حتى يطلع الفجر. وهذا الحديث كما قلنا مشاهدينا حديث ضعيف. وعن صلاة ليلة النصف من شعبان مشاهدينا الكرام سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فأجاب: إذا صلى الإنسان ليلة النصف وحده أو في جماعة خاصة كما كان يفعل طوائف من السلف فهو أحسن، وأما الاجتماع في المساجد على صلاة مقدرة كالاجتماع على 100 ركعة بقراءة 1000 من سورة قل هو الله أحد دائما فهذه بدعة لم يستحبها أحد من الأئمة، ذكره في مجموع الفتاوى. وقال عنها ابن تيمية رحمه الله: وأما ليلة النصف من شعبان ففيها فضل، وكان من السلف من يصليها، لكن اجتماع الناس فيها لإحيائها في المساجد بدعة، والله أعلم. وقال ابن رجب رحمه الله: فينبغي للمؤمن أن يتفرغ في تلك الليلة لذكر الله تعالى ودعائه بغفران الذنوب وستر العيوب وتفريج الكروب، وأن يقدم على التوبة، فإن الله تعالى يتوب فيها على من يتوب. ولكن العلماء الذين أجازوا قيام هذه الليلة اشترطوا أن يكون القيام منفردا وألا يكون في جماعة في المساجد بشكل معتاد لئلا تدخل في البدعة. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على توحيده وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا ممن ينظر إليهم فيغفر لهم ذنوبهم كلها، اللهم آمين. فاللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأصلح أعمالنا وأخلص نياتنا وأحسن خاتمتنا، وارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى لكم مشاهدة ممتعة. شكرا على المشاهدة، لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة. أبو بكر جمدان.